حتى نطلع الباور فاكتور بدي اطلع على الكرنت اللي جاي بالسورس. هلا قديش الكرنت اللي ماشي باللود؟ اذا جيت رسمت رسمه هون حتى اطلع الكرنت اللي ماشي باللود، احنا كنا عاملين فايرنج انجل مقدارها قديش؟ 60 مزبوط؟ هي تقريبا 60، فراح يكون الفولتج هون اذا عندي من هاي الفتره لهاي الفتره في الكوندكشن قديش الكرنت طلع معنا؟ 45 مش هيك؟ اللي ماشي في الارمتشر الافرج كرنت، واحنا مفترضين انه هيفلي اندكتيف لود، فالكرنت اي اي بيساوي 45 امبير. هلا اطلعوا فتره الكوندكشن، فتره الكوندكشن عندي 180 هيك و180 هيك مزبوط؟ طلعنا من الفترة هاي للفترة هاي مين الكوندكتينج؟ 1 و4 مظبوط؟ ومن الفترة هاي للفترة هاي الكوندكتينج راح يكون 2 و3. فالكرنت الأحمر هذا أي كرنت؟ هذا الدي سي. لو بدي أطلع الكرنت هذا من وين بده يجي؟ ما بده يجي من الفراغ، من وين بده يجي؟ من السورس. لكن خلال 180 درجة رح يجي من 2 SCR، وخلال الفترة الزمنية الثانية رح يجي من 2 SCRs ثانية. خلال الفترة هاي رح يجي من البوزيتيف، هو 45 درجة رح يجي من البوزيتيف. إذا هون بالفترة هاي من هون لهون قديش ارتفاعه رح يكون؟ 45 أمبير. وخلال الفترة هاي من هون رد يكمل مرة ثانية بهذا الشكل. قديش الـ RMS تبع الـ IA؟ 45. وقديش الـ RMS تبع الـ I source؟ 45. كمان 45. كل متذكر ليش؟ هاي إذا ربعتها بتصير 45 تربيع. هاي إذا ربعتها بتصير كمان 45 تربيع، رغم إنها هي ناقص 45 مش هيك؟ فهاي فعلياً كأنها بتسكر المنطقة هاي. فالـ RMS تبع هذا مش صحيح لو إنها ساينوسويد مظبوط؟ لكنها صحيح لأنها من ناحية الـ RMS there's no difference بين الـ waveform هاي. هاي راح أحط هون كلمة RMS as far as RMS is concerned، ما في فرق بين هاي السيجنال وهاي السيجنال مظبوط؟ ما دام الارتفاع هون 45 والارتفاع هذا 45 وهون الزمن كامل ما في gaps زي 6 pulse rectifier. متذكرين الـ power electronics؟ إذا I source RMS تساوي 45 امبير، اوكي؟ قديش في سورس ار ام اس؟ ايش الار ام اس تبع الفي سورس؟ 400. اذا اس اللي هي الابارنت باور هي اي اس ار ام اس في اس ار ام اس، وانا عندي هون سنجل فيل فبتصير 45 في 440، ايش وحدتها لازم تكون؟ 45 في 440 قديش تطلع؟ 19800 بالضبط. انا كاين هون حاطط 45.06 بس ما بيأثرش كثير، اوكي؟ اذا هي الابارنت باور، هاي بتهمني عشان احسب الباور فاكتور.